إن التحول الرقمي لا يتعلق بالتكنولوجيا فقط، بل يتطلب استراتيجية وابتكارا وإجراءات تنظيمية ومعرفة ثقافة الأعمال والعملاء للاستفادة من الفرص التي تقدمها التقنيات المتقدمة الحديثة. وفق مجموعة من الخبراء والمشاركين العرب في المؤتمر الدولي الثالث، حرصنا أنه هو يكون في الدولة العربية السورية على أساس أن احنا نوصل رسالة للعالم كله أن سوريا آمنة، سوريا بدأت تتعافى بفضل ارتباط شعبها وبعضه. يجب على جميع المؤسسات خلق كوادر من الشباب كي لا نحتاج إلى كوادر أجنبية. عايزين احنا نعتمد على نفسنا، كفاية اعتمدنا على الكوادر الأجنبية اللي ما بتخلص معانا. احنا عايزين كوادر مخلصة تربي أجيال، والتحول الرقمي ده بيحل مشاكل كتير جدا. انعقاد هكذا المؤتمر بسوريا أنا بعتقد هو كسر للحصار. وجود هذه الوجود وهذه الشخصيات العربية المهتمة بموضوع الرقمنة، انتصار لسوريا، انتصار اقتصادي موازي الانتصارات التي تتحقق على الأرض. هلا موضوع الرقمنة بعد ما كان شيء ثانوي بحياتنا أصبح بظروف اللي انفرضت بالجائحة شيء ضروري. بعد ما كان يتعلق فقط بالوسائل المتعلقة بالترفيه أصبح شيء ضروري بحياتنا بكل الاختصاصات. نأمل من هذه المؤتمرات أن يستنتج توصيات تتعلق بتأسيس بنية تحتية بالدول العربية تخدم هذا القطاع، لأنه قطاع كتير مهم الآن. سعادتي البالغة أن أنا جيت سوريا عشان ندعم فكرة التحول الرقمي. احنا خلاص تدخلنا في الفترة الأخيرة بقينا نسيج واحد. أنا شايف مجهود كبير جداً للحاق بالرقم العالمي، والدليل عنوان مؤتمرنا حول الرقمي شيء كبير جدا بيقول ان احنا عايزين نركب من قدام شويه. يعني مش هنستنى التنميه التقليديه، لا احنا رايحين التنميه من اخرها. معظمهم شباب سوريين قاعدين على المدرجات عم يسمعوا التجارب، عم يسمعوا آلية التحول للاقتصاد الرقمي، حابين يعرفوا تاسيس الشركات الإلكترونية كيف عم تتم، شو هي فكرة التجارة الإلكترونية. عندهم تجاربهم عم نسمعهم، نحن عم نسمع تجاربهم، عم نشوف دراساتهم، عم نشوف أبحاثهم يلي هن عم يقدموها هلأ في لجنة علمية حقيقة بتضم عدد من الخبراء من الوطن العربي، سواء من مصر، سواء من تونس، من الأردن.